للحديث أكثر عن نفوذ الميليشيات في العراق ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات النظر مصطفى كامل. أهلا بك سيد مصطفى. بداية، لماذا تتشبث الميليشيات بالسيطرة على المنافذ الحدودية في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي مشاهديك الكرام. أهلا بك. الحقيقة هذه الميليشيات التي يقال عنها أنها عراقية هي أدوات للنظام الإيراني الإرهابي، وبالتالي فهي تنفذ كل ما يمكن أن يصدر إليها من جانب الجهات المعنية في نظام الولي الفقيه، خدمة يعني المصالح الإيرانية بالدرجتين الأولى والأخيرة وما بينهما. وبالتالي هذه عمليات التهريب التي نشهدها سواء عبر سوريا مع سوريا أو مع الجانب الإيراني هي إنما يعني خدمة للمصالح الإيرانية وامتثالا للإرادة الإيرانية التي تسعى إلى تمويل الجانب الإيراني أو تسعى إلى تمويل العملاء في سوريا، ويعني عملاء إيران في سوريا وفي لبنان من خلال عمليات التهريب هذه. وكما يعلم الجميع فإن هذه الميليشيات الإرهابية المتحكمة بالعراق منذ عام 2003 يعني لها خبرة طويلة في مجال تهريب السلاح وفي مجال التهريب بكل أنواعه في السابق. نعم سيد مصطفى، وكما تعلم فإن الميليشيات تقدم نفسها على أنها فصائل مقاومة ضد الإرهاب، ما علاقة المنافذ الحدودية بمهمات المقاومة لهذه الميليشيات؟ طبعا لا توجد يعني وفق السياقات الصحيحه والتسميات المنطقيه للاشياء، لا توجد علاقه بين عمليات التهريب التي تقوم بها هذه الميليشيات وعمليات المقاومه المزعومه. هذه يعني اولا انتمائهم الى هذه الميزه الكبيره وهي ميزه المقاومه، ادعاء كاذب. الجميع يعلم كيف كانوا يخدمون القوات الأمريكية سواء بالتجسس أو بغيرها أو بغير ذلك، والجميع يعلم كيف عملت هذه الفصائل أو الميليشيات مع القوات الأمريكية تدمير مدن وحواضن المقاومة العراقية بدعاوى شتى. والآن عندما يتحدثون عن المقاومة فهم أبعد الناس عن المقاومة، وإنما يمارسون عمليات إجرامية من عمليات القتل والتهريب والسرقة والابتزاز والاختطاف وطبعا التهريب وإلى آخره. فلا، هؤلاء ليس لهم أدنى علاقة بالمقاومة، وعمليات التهريب التي يقوم بها عبر يعني المنافذ الحدودية حقيقة سيطرتهم على المنافذ الحدودية المختلفة والموانئ وأرصفة الموانئ المختلفة وما يجري في هذا المجال يؤكد أنهم مجموعة من العصابات التي لا علاقة لها لا بالوطن ولا بمصالحه ولا بأي من المعاني النبيلة، ومنها يعني قضية المقاومة. اليوم يتحدث أحد الخبراء الاقتصاديين في العراق في خبر من على وكالة السومرية نيوز، يعني نحن لم نخترعه، يتحدث أن الأموال المهجورة في العراق منذ احتلاله عام 2003 وحتى الآن في مجال المنافذ الحدودية فقط ربما يعني تقدر بنحو 100 مليار دولار، وان هناك 5-6 منافذ ايران. نعم. بدا السلطات السيطره عليها بعد السادسه مساء، وهذا يعني الحقيقه هذا التصريح يكشف جانب ما يجري في هذه المنافذ، حيث الايرادات التي يفترض انها احدى العائدات المهمه او يعني المنافذ المهمة لتمويل الميزانية في البلد وذات الحقوق تبدا يعني قلوب هذه الميليشيات لتمويل عمليات إرهابية وتمويل إيران أيضا. نعم، الآن هذه وإلى جانب الأهداف الاقتصادية التي تحاول هذه الميليشيات تحقيقها من خلال استغلال المنافذ الحدودية والقيام بعمليات تهريب، إلى جانب الأهداف الاقتصادية إلى أي مدى ترى بأن هناك أهدافا سياسية، وهذه الأهداف إلى أي مدى أيضا ترى بأنها مدفوعة من الخارج؟
يعني أنا كما قلت في البداية أن هذه الميليشيات هي تأتمر بأوامر الولي الفقيه وما يصدر إليها وكل ما تقوم به سواء في داخل العراق أو على المنافذ الحدودية أو في خارج العراق، حتى ما تقوم به من عمليات إرهابية ضد الدول الجوار، فإنما هي تمتثل للأوامر الإيرانية نعم وتؤدي أو تنفذ ما تقوم به خدمة للمصالح الإيرانية. ليس هناك أي علاقة بين العراق ومتطلبات الدفاع عن أمن العراق وشعب العراق وعن سيادة العراق، وما تقوم هذه العمليات، نعم هذه الميليشيات الإرهابية من عمليات إجرامية، سواء ما يستهدف منها دول الجوار أو ما يستهدف منها الداخل العراقي أو ما يجري من عمليات كما قلنا تهريب أو سيطرة على المنافذ الحدودية أو على الموانئ أو على غيرها، أو عمليات تهجير المواطنين وفرض واقع جديد في هذه المناطق الحدودية خصوصا مع يعني الجانب السوري نعم دعنا محافظة الأنباط. كل هذا أيضا يمكن أن يدخل في إطار نعم يعني التغيير الديموغرافي في العراق لأسباب طائفية وسياسية بالتأكيد. نعم دعنا نذهب إلى السؤال الأخير سيد مصطفى. يعني عندما نتحدث عن أن عناصر من حزب العمال والميليشيات اليزيدية أغلقوا، كما يعني أشارت الكثير من وسائل الإعلام وانتشر على كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، أغلقوا مركزا للشرطة في سنجار بنينوى، السؤال هنا هل أصبحت هذه الميليشيات فوق حكومة الكاظمي؟ يعني أولا الجميع يعرف أن حكومة الكاظمي أو كل الحكومات التي سبقتها يعني لا يمكن أن تأتمر إلا بأمر هذه الميليشيات، لأنها هي من جاءت بها بهذه الحكومات، وهي من نصبتها، وهي من تحميها، وهي من تزيلها أيضا. وبالتالي يعني أقصد تزيلها وتستبدلها بآخرين باستثناء إرادة الشعب التي إن شاء الله ستكنس كل هؤلاء الفاسدين والمجرمين والطائفيين القتلة الذين يعني دمروا العراق وشعبه. وبالتالي فهذه الميليشيات سواء ميليشيات العمال الكردستاني الإرهاب أو غيرها، الكل يعرف أنها يعني منذ أكثر من 10 سنوات تسيطر على الكثير من المواقع في العراق، في داخل العراق، ويعني ليس فقط في الحدود وإنما في داخل المدن العراقية. نحن نعرف سيطرتها في مناطق السليمانية وفي مناطق محافظة التلقين، والآن منذ سنوات حجة التصدي لتنظيم داعش الإرهابي وجرائمه يجري السيطرة على غرب العراق وشرق العراق شكرا وتؤدي إدارة تركيا. بالتالي هذه سلوكيات السلطات في أي دولة أن تقوم بحماية جيرانها وتوفر الأمن والاستقرار في محيطها، لا أن تجعل من أراضيها منطلقا للعدوان والإجرام ضد دول الجوار. وأنا يعني في هذا المجال أذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها على وسائل الإعلام سيطرة هذه الميليشيا الإرهابية التي يصنفها العالم، يعني كثير من دول العالم على انها ارهابيه وعن باحد في العمال الكردستاني. نعم هذه ليست المره الاولى التي تسيطر فيها على اجزاء من العراق، بل هي تسيطر على اجزاء من العراق وتتواجد في مناطق من العراق شكرا منذ 92 تقريبا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفه وجهه نظر سيد مصطفى كامل.